مرحبا جميعا، معكم جوناثان من GRC. اهلا وسهلا فيكم على تشانل عنا جديد. واخيرا نزل الاردوينو برو اي دي اي، ونزل فيه اوبشنز كتير جداد وحلوين. من هالاوبشنز الحلوين هي البوردز مانجر يلي صار فينا نفتحها من جنب، بالاضافه لللايبرري مانجر يلي صارت فينا نوصلها بطريقه اسرع بكتير. كمان صار في شيء اسمه ستارت ديبوجينج، بالاضافه للدارك مود يلي محطوط هلا، اكيد الاوتو سيف، بالاضافه لكتير اوبشنز تانيين مثل توجل سيريال مونيتور وتوجل ادفانسد مود. ومن الاوبشنز اللي حبيتها كتير بالاردوينو برو اي دي هي الاوتو كومبليشن، مثل الانالوج ريد. اذا بنكتب انالوج ريد دغري بتكمل لنا السنتنس، واذا بنفتح بارنتيسس هي لوحدها بتسكرها. مثلا انا عندي هون اثنين انتيجرز عم استعملهم، بوت بين ايكوال A5 وفال، فانا اذا بكتب هلا بوت او بي بيعطيني بوت بين، هو بيكمل لوحده. فهيدي الاوتو كومبليشن هي اوبشن كتير حلوه، بتساعدكم انتم تقدروا تشتغلوا بطريقه حلوه وسريعه على هالاردوينو برو اي دي. اكيد في كتير اوبشنز بالاردوينو برو اي دي اي، وانا بعد ما لحق اجربهم كلهم، بس بهذا الفيديو رح شوف فيكم كيف فيكم انتم تنزلوه وتجربوه عنكم. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك لهيدا الفيديو، لانه هذا الشيء رح يكون دعم كتير كبير لإلي وبيساعدني وبيحفزني انه كمل لقدام. مثل ما قلت لكم قبل شوي، نزل الاردوينو برو اي دي اي كالفا فيرجن، اللي بيحب يجرب كل شيء جديد يقدر ينزله ويجربه ويعمله تيستينج. فبهذا الفيديو رح شوف فيكم كيف فيكم تنزلوه وتجربوه عنكم. اول شيء رح اترك لكم اللينك للجيت هاب اكونت تبع الاردوينو، يلي هونيك فينا نحن نشوف الليتست فيرجن يلي بتنزل للاردوينو برو اي دي. لحديت هذا الوقت فيرجن 0.0.6 الفا بريفيو نازله، فيها كتير اشياء جديده مثل السبورت للسي ال اي كونفيجريشن، وكمان صار فيكم تعملوا انستول لثيرد بارتي كورز. في كتير اكيد اوبشنز جديده بعد ما لحق اجربهم كلهم، بس انتم فيكم تكتشفون لوحدكم. فاذا عندكم كان ويندوز بي سي مثل اللي عندي اياه، انا عندي ويندوز 10 فيرجن، تفقصوا هذا اللينك. اذا كان عندكم ماك او اس اكس فيرجن اكيد تفقصوا هذا اللينك، واذا كان عندكم لينكس 64 فيرجن تفقصوا على هذا اللينك تبلش الداونلود. فخلينا نبلش الداونلود. اذا ملاحظين بلش الداونلود، الفايل حجمه 170 ميجا بايت، بينزل عندكم زيب فولدر. بعد ما ينزل عندكم الزيب فولدر يلي حجمه 170 ميجا بايت، اكيد بتفوتوا عليه بتعملوا له اكستراكت، فبيطلع عندكم بالنهايه هذا الاردوينو برو اي دي اي الاكستراكتد فايل. بتفوتوا عليه بيطلع لكم عدة فايلات، انتم اللي بيهمكم منه هو اردوينو برو اي دي اي دوت اي اكس اي، فبتعملوا دبل كليك عليه وهذا الشيء بيفتح لكم الاردوينو برو اي دي اي. بالنهايه اذا عجبكم هذا الفيديو حابين تعرفوا اكثر عن الاردوينو وعن الاردوينو برو اي دي اي وعن حيالا سبجكت بتخطر على بالكم بالتكنولوجي، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك لهذا الشانل. وانا اكيد على بالي اعرف كثير رايكم بهذا الاردوينو برو اي دي اي، فما تنسوا كمان تكتبوا كومنت بالكومنت سكشن من تحت، نقدر نعرف رايكم اكثر واكثر ونعرف شو على بالكم تحضروا فيديوهات بالمستقبل. كان معكم جوناثان من GRC، اهلا وسهلا فيكم على الشانل عنا جديد، ونهاركم سعيد.